للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية الغاز المسال. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. يعني في البداية، تعتبر أفريقيا مصدر ثابت للغاز إلى أوروبا، وتأتي حوالي 12% من واردات الغاز الأوروبية على مدى العقد الماضي من أفريقيا. كيف يمكن أن تستفيد مصر من زيادة فرص التصدير، خاصة مع نقص العرض في سوق الغاز المسال وزيادة الطلب الحاصلة الآن في أوروبا؟ شيء طبيعي ان احنا في مصر يعني ما كناش زمان عندنا غاز، كنا بنستورد غاز، لكن النهارده الحمد لله بعد حقل الظهر واللي حصل بزياده انتاج الغاز ومحطتين عندنا في دمياط وفي رشيد اللي هم في ايدكو اللي خاصين باساءه الغاز، بقت مصر يعني مركز اقليمي ورائده في انتاج الغاز وتصديره يعني اوروبا، لان ما فيش حد عنده غير الجزائر ونيجيريا اللي موجودين في اوروبا في افريقيا كلها. وبالتالي مصر بقت هي القائد لشرق المتوسط. والنهارده بعد حرب روسيا مع اوكرانيا ووقف الغاز عن اوروبا، بقى انت حضرتك قلت ان 12% بيروح من افريقيا لاوروبا، وهم وقف 40% من انتاج من الروسي لهم. وبالتالي اصبح في جاب، الجاب ديت حوالي 28% من احتياجات اوروبا للغاز، فان هي بتضغط النهارده على افريقيا انها تعوضهم عن كده. ودي فرصه مصر النهارده انها تصدر كامل الطاقه بتاعتها لاوروبا. يعني مصر كانت بتصدر مثلا السنه اللي فاتت ب 4 مليار، السنه دي هنوصل ل 15 مليار واكثر. فبالتالي فرصتنا ان احنا على قدر الامكان نوفر الغاز للتصدير، وممكن نستخدم اي حاجه محله النهارده، لان احنا عايزين نزود العمله الصعبه لمصر ونزود التصدير عشان نقلل الفجوه في ميزان المدفوعات بتاعنا اللي احنا ما عندناش منها عمر صعب. طيب ما السبيل او ما الاليات يا دكتور التي يمكن احداث هذا الهدف، هذه الزياده المطلوبه؟ الاليات النهارده ان انت عندك محطتين الاساله هنشغلهم باقصى طاقه، يعني بحيث ان احنا اقصى طاقه لهم ان هم مثلا 2 مليار قدم يوميا، المفروض ان احنا نشغلها باقصى طاقه. نشغلها باقصى طاقه بايه؟ بان احنا بناخد الغاز بتاع أوبروس بتاع اليونان اللي جاي عن طريق إسرائيل الخط الثاني عندنا، وبنزود الطاقة بتاعتنا. غير كده حصتنا احنا كمان بنقلل استهلاك الغاز على قدر الإمكان ونزود الغاز للتصدير، بحيث انها نعمل إحلال، يعني نقلل مثلا من غاز الكهرباء شوية، نشغل مازوت، نشغل حاجات ثانية مؤقتا في الفرصة الحالية النهاردة، عشان نوفر عندنا أكبر قدر من الكمية للتصدير المساعد عشان نحقق اكبر ربحيه منها. فده ده جزئيه. الجزء الثاني بقى اللي انا بتكلم فيها ان احنا النهارده نفتح مجال لكل مصانع الغاز اللي بتستهلك غاز كتير قوي في اوروبا ان هي تيجي مصر هنا تاخد الغاز من عندنا، يبقى نصدرها منتجات قيمه مضافه باسعار اعلى، وبان احنا شغلنا ايد عاملها في مصر. وبالفعل يعني في الفترة الأخيرة يا دكتور، حتى مسألة قانون مكافحة التضخم اللي كان مثار جدل واسع في الولايات المتحدة كشف يعني ميول كبيرة لدى المصانع للانتقال من أوروبا إلى أراضي أخرى، طبعا كما تابعنا هذه الأزمة. طيب هذا ينقلنا للحديث عن الاكتشافات يا دكتور. بنتحدث عن أنه بيقدر حجم احتياطيات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج الحالية حوالي 120 مليار، صحيح 120 تريليون، صحيح. الدور الذي تلعبه الاكتشافات واسعة النطاق في البحر المتوسط تحديدا في تعزيز قدرات إنتاج الدولة المصرية، وهنا أتحدث عن الدولة المصرية تحديدا. أقول لحضرتك دلوقتي، يعني إحنا عندنا احتياطي حوالي 120 تريليون أدم. إحنا الحكومة عندها برنامج استراتيجي، بأن هي من حوالي 7 سنين وهي كل سنة بتوقع تفقيات كتيرة جدا عشان يبقى عندها، لان لما بتوقعي اتفاقيه النهارده بتاخد لها فتره على ان انت تعملي استكشاف، وبعدين تعملي بحث، وبعدين تعملي حفر، وبعدين تعملي انتاج. بتاخدي حوالي 3 أو 4 سنين عشان تطلع منتج فعلا. فبالتالي احنا النهارده بنعمل ايه؟ بقى لنا كام سنه بنوقع اتفاقيات كتيره، فبتيجي مراحل بقى كل شويه هيخش، اعتبارا من السنه دي بيخش كل شويه شركتين ينتجوا، السنه الجايه 3 أو 4 شركات ينتجوا، وهكذا الانتاج بتاعنا يزيد تحسبا، لان انت تقلل من الفاقد اللي عندك، لان في ابار بتخرج من الخدمه، فانت تعوض الابار ديت وتعوض ذات الاستهلاك وتكتر اكثر من كده. احنا متوقعين ان شاء الله على 2030
هيكون عندنا 20 مليار قدم يوميا. احنا النهارده منتج 7 في خطه موضوعه ان احنا نزود الانتاج بتاعنا كل شويه باننا بتوسع في المسح السلمي، بتوسع في ان انا استقبل الشركات المستثمره تيجي عندي بتحقق مكاسب اعلى، فبالتالي بندخلها شركه ورا شركه ورا شركه، وكل شركه بتطور في انتاجها وبتطور في استخداماتها، ده هيزود انتاجنا. يعني عندنا زياده راسيه في الانتاج وتوسع في الافقي في عدد الابار اللي موجوده. طب يا دكتور، هذه الابار التي يمكن ان تكون معرضه مع الوقت لان تخرج عن الخدمه كما ذكرت، هي نقطه غايه في الاهميه. وطبعا حضرتك تحدثت ايضا عن مساله جذب المزيد من الشركاء للعمل على هذه الابار تحديدا. في ظل كل هذه المعطيات اللي بنشهدها، شكل الحماس تجاه هذه الشركاء او ربما التوقعات لارقام او نسب بعينها لجذب هؤلاء الشركاء هتكون ايه يا دكتور؟ بص حضرتك، هو كل راس مال بيجري ورا المكاسب. فاحنا بالنسبه لكل الدول اللي حوالينا احنا فرصه بالنسبه لهم وفرصه مناسبه جدا، واحنا عندنا اعلى استثمار للشركات دي بدليل ان ايني نجحت في استثمارها في زهر واسهمها زادت جدا، وده كانت جذب للاخرين ان هم يجوا زيهم كمان. واحنا بنقدم لهم خدمات كتير قوي بحيث ان هم لما بيحسوا ان انت امنت الموقع بتاعك زي المسح زي ترسيم الحدود، عندك حمايه، عندك كل المستثمرين خدوا فلوسهم بالكامل، انت عندك طاقه كبيره، انت عندك سوق داخلي وسوق خارجي، فبالتالي هم بيحسوا ان انت في المنافسه عموما انت احسن واحد فيهم، لان انت عندك البنيه التحتيه كامله اللي هي خاصه بعمل الاساله، غير يعني مثلا اللي هيروح يعمل في قبرص ولا في اسرائيل لا يجي مصر احسن، لان هناك ما عندهمش حاجه يصدروا بقى الغاز بتاعهم، لكن انت عندك وسائل التصدير، فدي وسائل جذب، انت عندك المهندسين بتوعك والشركات بتوعك على قدر عالي جدا من محطات الاساله، محطات الاساله، عندك البنيه التحتيه، عندك الموقع المتوسط اللي هو بيصل بين جنوب شرق اسيا المستهلك وبين اوروبا المستهلك، فانت عندك الخطين بيشتغلوا يعني سواء بحر احمر ولا بحر متوسط من خلال قناة السويس. فانت يعني ايه على يعني انت اي شركه النهارده تتمنى ان هي تيجي مصر، وبالتالي احنا دخل عندنا كذا شركه زي اكسون موبيل وزي شيفرون ما كانوش موجودين قبل كده، دخلوا عندنا، وبالتالي احنا عندنا مصدر جذب النهارده، وخطتنا ان احنا نكبر في الغاز، واحنا عندنا منتدى الشرق المتوسط المنظمه دي كلها احنا بناخدها بقى 7 دول، فبالتالي المستهلكين في اوروبا شركاء معانا والمنتجين شركاء معانا، فبالتالي انت عندك حاجه مميزه وقاده سياسيه، عندك وعيه، عندك استقرار امني، فعندك صوت سياسي، فبالتالي اي مستثمر بيلاقي كل اللي هو عايزه. عندك حاجه ثانيه كمان، الطاقه اللي موجوده والبنيه التحتيه اللي موجوده في الدوله نفسها. صحيح. يعني انت كل ده عوامل مساعده ان لما يجي اي حد هيلاقي كل حاجه جاهزه موجوده، ما ممكن يروح في بلد ما يلاقيش فيها مواصلات، ما يلاقيش فيها بنيه تحتيه، ما يلاقيش فيها كهرباء، لكن انت عندك كل عندك الموانئ كلها موجوده. كل المواصفات بتقول ان مصر هي وجهه استثمار عاليه جدا ومتميزه جدا. وان شاء الله مصر هتبقى في تقدم يعني النهارده وبكره وبعده هتزيد كل حاجه فيها. أكيد بالفعل يا دكتور، يعني إلى جانب كل النقاط اللي حضرتك ذكرتها، طبعا الموقع الجغرافي وإسهامه في تقليل حتى تكلفة الغاز ده أنه يذهب إلى أوروبا مقارنة بشركاء آخرين، أكيد هو ميزة تنافسية كبيرة. طيب حضرتك تحدثت عن نقطة غاية في الأهمية، وذكرت تحديدا بالتعبير أنه في خدمات عديدة بتوفرها الدولة المصرية للشركاء في هذا المجال، ما طبعا يحمسهم ويزيد من شركتهم في الفترة القادمة. وحضرتك تحدثت طبعا عن مسألة محطة الإسالة، البنية التحتية، شبكة الموانئ وما إلى ذلك. ما التسهيلات الإضافية اللي بتقوم بها الدولة المصرية بتسهل عمل هؤلاء الشركاء؟ التسهيلات الاضافيه ان انت النهارده في اعمال العقود والاتفاقات اصبح المستثمر له امتيازات اخرى، ودي احنا لاحظناها ان احنا لما بنبني الاتفاقيه كان زمان بنعمل اتفاقيات غلط وكانت بتجح في حق المستثمر انه بيدفع استثمارات عاليه وما بيلاقيش نتيجه وبالتالي كانوا بيهربوا، لكن النهارده لا، انت عدلت الاستثمارات ديت وبقيتي مركز قوه يثق فيه المستثمر وعندك مصداقيه
انك سددت كل الديون اللي بالاخص المستثمرين، ما عادش حد بقى عندنا حاجه، فبالتالي في مصداقيه بتخلي الشخص دي على طول. غير كده انت عندك شركات المساهمه بقى، يعني احنا عندنا شركات كتير تعاونت مع شركه اني في انشاء حقل زهر وتركيباته وتجهيزاته. ده شيء مهم بالنسبه لاي شركه تيجي بتلاقي فيه معاونه محليه، ما تضطرش تجيب حد من عندها بتكلفه اعلى، بحيث ان انت لما تيجي تنشئ الحقول ديت وتستكشفها في عندك حاجات محليه في مصر بتقوم بيها. الاضافه لكده ان انت عندك تامين للمواقع، يعني القوات المسلحه المصريه مامنه مواقع محدده كل حاجه، فانت موقع في امان، ده تسهيلات ثانيه بالنسبه لهم. انت سوق مستهلك كمان، انت نفسك سوق مستهلك، فلما هتبيع لك الغاز هنا مش مضطر تنقله بره، فانت بتستهلكه داخل مصر كمان، يعني مصر تاخد حصتنا وحصه الشريك بتستغل بها. فده شيء مميز بالنسبه لهم هم كمان. يعني انا بتكلم ان سياسيا ان انت ما عندكش مشاكل مع حد النهارده، كل الدول اصدقاء لك، فبالتالي اي شركه من اي مجال ما بتخافش انها تخدم على انها تيجي هنا، لان ضامنه ان هي في عنصر امان، غير مثلا زي مثلا الاتحاد السوفيتي دلوقتي واوكرانيا اصبحوا ما هم مش عارفين يشتغلوا. صحيح. اذا كل عليهم جزاتهم. صحيح. وطبعا احنا بنتابع ما يحدث في الاراضي الاوروبيه ومساله التهديدات المستمره لخطوط الغاز، ان كان بقى تورك ستريم، نورد ستريم وما الى ذلك. على كل حال انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعيه الغاز المسال، على كل ما تفضلت به من معلومات.